سمكه براس كلب سبحان الله الاعلام هو نقل الاخبار باي وسيله جماهيريه زمان كان الحمام الزاجي الاعلام كان المنادي اللي بيسرح في المدينه اعلام دلوقتي ايه هو الاعلام احنا بناخد اخبارنا منين جرايد التلفزيون الراديو لو لسه في راديو ايه كمان الفيسبوك الفيسبوك بقت وسيله اعلام بتنقل الاخبار بشكل جماهيري التكنولوجيا غيرت في شكل الاعلام عملت ايه في الاعلام بتاعنا بقى عندنا معلومات كتير قوي بس هل المعلومات دي كلها صح ازاي اقدر اتاكد احد ادوار الاعلام ان هو يعمل استناره انه ينور الدماغ هل الاعلام الحالي بينور الدماغ هل دلوقتي بس في معلومات معلومات غلط ولا زمان برضو كان في معلومات غلط وكتاب كبار بيكتبوا مقالات غلط احد ادوار الاعلام هو ان ينمي التفكير النقدي هل احنا فعلا الاعلام حاليا بينمي التفكير النقدي هل بقدر اختبر ومحص وتحقق واعرف الخبر ده صح ولا غلط وافكر فيه بشكل مختلف خلونا نشوف اجابه الاسئله دي مع مايكل ومع ميراندا ومع الشباب ميراندا ازيك؟ ازيك يا معلم؟ عامله ايه؟ منورنا في نورتونا نورتيني من الصبح وانا عمالة اقرا في كميه اخبار النهارده غير طبيعيه، مش قادر حتى اعرف ايه الاخبار الصح وايه الغلط، مش عارف اميز، مشكله بقت كبيره الناس بقت تتفنن انها ازاي تضلل الناس وازاي تنزل وتنشر اخبار مغلوطه كتير قوي عشان تعمل نوع بقى من البلبله، تعمل نوع من الحيره بين الناس ما احناش عارفين مصدر الخبر دوت هل ده نصدقه ولا لا انا عايز اعرف يعني نفكر باعمق ونعرف ايه دور الاعلام والتفكير النقدي في ده ده اللي هنحاول نوصل من خلال لقاءاتنا النهارده والشباب اللي هيكونوا معانا خليكم معانا وحلقه مميزه جدا عن الاعلام والتفكير النقدي في نورتونا ازاي اعرف اقرا الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي ازاي اقدر اميز بين الاخبار الصحيحه والاخبار المغلوطه ازاي يكون عندي شويه من الخبره البسيطه ان انا اول ما اشوف الخبر اقدر اقول الخبر ده متفبرك ولا ده خبر حقيقي والخبر ده عايز يوصلني لايه ده اللي هيكون موضوع نقاشنا في حلقه النهارده ومنورنا الشباب معانا في الاستوديو ريتا زي ريتا الحمد لله اهلا وسهلا انجي ماركو منورنا عايزين نعرف انتوا بتقروا ايه يعني ايه الحاجات اللي انتوا بتقروها او مهتمين بيها ها كرولوس أه الحقيقة السوشيال ميديا هي اكتر اكتر سورس ممكن نجيب منه معلومات او اخبار بشكل عام، الموبايل ما بيتسابش من ايد الفرد معظم اليوم، حتى واحنا نايمين نبقى ماسكين موبايل. فنقدر نقول السوشيال ميديا هي اكتر اكتر مكان يعني بنجيب منه أو اخبار. بس لما بتقرا الخبر من السوشيال ميديا بتبقى قادر تميز ده خبر صح ولا غلط؟ هو الخبر لو لو لو, 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 لو لقيته منتشر بقى. لو لقيته منتشر على سوشي على السوشيال ميديا كلها أوه. بس ده بيلفت انتباهي ان انا ابدا ساعتها ادور وراها هو ده فعلا صح ولا لا لكن لو كان الخبر على على حاجه واحده بس في نطاق فيسبوك بس ومش موجود في حته تاني فبيبقى يعني بتحس نوع هو يعني شائع بقى اه يعني ساعات برضو كرولوس تنقل الخبر يعني ممكن يكون يعني في من قريب حصل كده فبركه صحفيه من من حد معين وكل اصحابه خدوها منه نقلوا الخبر والخبر انتشر جدا وطلع ملوش اي اساس من الصحه لمجرد ان هم يعني وهي كانت حاجه مقصوده كمان فيعني ممكن أنتي انجي تبقي عندك حرص ان انت لما تشوفي خبر تروحي بقى عامله عليه سيرش بقى على جوجل نفسه مش بس على الفيسبوك يعني على حسب نوع الخبر لو آه. خبر, خبر فني بقى وفلان اتجوز وفلان طلق <applause> ممكن نسيرش عنه واتاكد إنه صح ولا لا بس آه. لو خبر انا مش, مش من هوايتي ممكن يقلب عليا عادي وما ان انا سيرش الخبر ده حقيقي ولا لا بس هو يعني شفت كوميكس كتير قوي بتضحك يقول لك آه الخبر الفلاني عند الاجانب عامل ازاي والخبر الفلاني عند المصريين عامل ازاي يقولك أيوة. يقول لك دي واحده تخينه خاصه المصريين يقول لك شوف البنت التخينه كيرفي وحلوه مش عارف ايه فبيقعدوا يتريقوا اصلا بين الاخبار عندنا احنا كمصريين بناخدها ازاي وبرا الناس بتاخدها ازاي ف وده مش... بيحصل كتير لما نلاقي يقول لنا ما اعرفش مين من الممثلين مات مين ما اعرفش اتجوز م... مين ما اعرفش ايه مين طلق مين نفس الافكار كده طب ريتا اكتر اخبار بتحبي تتابعيها اخبار ايه آه الفن اكتر الفن آه والفساتين بقى بتاعت المهرجانات والميك اب والحاجات دي آه ممكن. طبعا كلنا كده اه وبت... ممكن تعملي سيرش عليها ولا تستنى ما هي تظهر لك اوتوماتيك على الفيسبوك مثلا؟ آه لا ممكن اسيرش على حاجات لو لو ليها علاقه بالممثلين او ناس بتعمل حاجات جديده او كده ببقى انتريستد ايه الافلام اللي هتنزل المسلسلات اللي بيشتغلوا فيها م. فده اللي انا ممكن ادور له يعني. طب ماركو يعني بالنسبه لك يعني انت تنتقي معلوماتك او تستقي بقى المعلومات الكلام الكبير ده آه من الجرايد اكتر ولا من الانترنت؟ لا من الانترنت من السوشيال ميديا بس انا لو عندي خبر وعايز اتاكد اذا كان صح بشوف كذا مصدر مم. وغالبا الخبر الصح بيكمل يومين ثلاثه طالما ما فيش حد جه قال عكسه غالبا بيبقى صح يعني. مم. تفتكر خبر طيب يا ماركو قريته يكون مش مظبوط وبعد كده اتحققت منه؟ موضوع كنت انت لسه بتقول فيه خبر وفاه الممثلين ايوه دي لانه لسه حصل <applause> من قريب دايما, دايماً. أوه أوه ايوه, أيوة بالظبط <applause> فهو لحد ما يعني بتصبر بتست... يوم او يومين لحد ما تعرف انه هو يا جماعه عايش. انا لسه موجود ممت... يعني. <applause> انتوا ليه بتقولوا عليا انا موجود لا والصور مرت... كمان يا جماعه اللي بتنزل اللي هو مثلا الاحداث بقى الارهابيه والحاجات دي وتطلع في الاخر الصوره دي من سوريا سنه 2005 وحاطينها دلوقتي انها لسه حاصله في المنيا اول امبارح فيعني بيعملوا حاجات غريبه بيحصل كتير كذا مره اشوف في حاجه وبيرجع حد تاني يعمل البوست يجيب الصوره دي انها كانت موجوده مثلا من سنه 2010 والموقف ده حصل من 2015 مثلا ففي حد تاني بيرجع يقول ده الحقيقه وده الاوريجنال يعني ودوت الخبر الفايق. طب انتم كشباب شايفين ان احنا يعني ايه الحل ان احنا نقدر نعرف او نميز كشباب الخبر ده صحيح ولا مش صحيح؟ نعرف نعرف اللعبه دي ازاي؟ أه الحقيقه انا شايف ان نشر الوعي هو اكتر اكتر حاجه ممكن يعني نقدر نعوض بيها مشكله الاشاعات اللي بتنتشر يعني لان دلوقتي مع تطور التكنولوجي كل الناس في ايديها سوفت تقدر انها تعمل بيها اخبار فيك بسهوله جدا جدا يعني ساعه تقدر تعمل صوره يصدقها ملايين لو نزلتها في المكان الصح مم. فعشان تقدر ان انت تقف قصاد ظاهره زي دي انا شايف انك تبدا تنشر الوعي عشان الناس اللي بتستقبل الخبر نفسه نفسها تقدر تستوعب هي. هو هل ده صح ولا لا من من البدايه يعني. جربت مثلا حد فيكم جرب في دايره شغل ان هو يعمل موضوع ترويج الاشاعه؟ ان يعني حتى لو بالهزار بنعملها 1 ابريل <applause> اه زي كلمه ابريل كده، حد جرب؟ اكيد او حد اتحط في موقف زي كده؟ اه اكيد طبعا مم. طبعا يعني ايام الجامعه لما كنا كان مثلا امتحان كان طبعا لازم قبل نتيجه الامتحان لازم يطلع اشاعه الامتحان ده كان نتيجته وكم واحد صيد كم واحد نجح؟ ده كان الطبيعي يعني كان الموضوع التقليدي يعني ايوه او تسريب اسئله الامتحان برضو ساعات وتطلع في الاخر بتسرب ماده ثانيه الثانويه عامة اللي بتتسرب <applause> كل يوم اللي في أيوة. الامتحان وبتطلع مش شايف آه في الاخر يعني احنا دلوقتي كشباب ليه ما نرجعش تاني عوده كده لقراءه الصحف الورقيه وهل ده خلاص زمن وعدى عليه ولا لسه في امل ان احنا ممكن نقرا حاجه فنصدقها فنحس ان بقى في ثقافه اكبر هي الصحف نفسها بدات انها تتحول من ورقيه إلكترونية الفتره الاخيره وغير كده دلوقتي الترند العالمي ان احنا بنحاول نقلل الورق عشان خاطر نحافظ على البيئه بالظبط وبعدين بصراحه انا كشخص هكسل انزل اشتري جورنال او فارلي بكتير جدا انا افتح الموبايل وانا قاعد على السرير اقرا الاخبار انا عايزها كلها فالموضوع بقى دلوقتي ال 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 الترند كله انك بتروح لحاجه اسهل بس ده يعني ده في الجرايد مفيش منه مشكله لان الموقع الاخباري لما بيعمل على الانترنت برضو بيكسب وبيجي له فلوس لما عدد الزوار ليه بيكتر، لكن دلوقتي مثلا سرقه الكتب ان بيجي الكاتب بيلاقي فجاه الكتاب بتاعه بي دي اف وده ساعات بيعملوه كمان مضغوط ان هو يقدر يتبعت بسهوله على الواتساب او حتى على الماسنجر. سرقه الاخبار نفسها، يعني بس... حتى البوست آه. اللي بينزل ده انا بتكلم كمان يا مايكل على حقوق الملكيه الفكريه وكمان أيوه. حرام الراجل ده يكسب مم. ايه؟ يعني قاعد سنتين بالزبط. يكتب كتاب عشان بعد كده الناس تتناقلوا ببلاش، أنتوا مع ولا ضد ان الكتب تكون موجوده على الانترنت ونلاقيها بسهوله من غير ما نكون دافعين فيها حاجه، مسروقه يعني من الاخر. هاي يا ريتا انا انا بقرا انا الناس دي انا مع الاسف الناس دي بقرا بي دي اف وبنزلها من على اي مكان وما فكرتش في فكره ان هي لو فلوس انا هدفع ولا الاحسن بقى اشتري الكتاب يعني هي فكره انك تشتري بي دي اف برضو مش عارفه بس انا مع الاسف انا الناس اللي هي بتنزل الحاجات دي انا شايف الحقيقه ان هو الموضوع مش بس كتب يعني هو في كل حاجه احنا بنستخدمها وركزنا فيها لان مش كلها مش كلها احنا شارينها يعني سواء الافلام اللي بنتفرج على الانترنت سواء اليوتيوب المزيكا ابسط حاجه الجيمز كل حاجه اساسا في معظم الحاجات اللي بنستخدمها حتى على طول يعني حتى نسخه الويندوز اللي بنستخدمها اصلا ما بنبقاش يعني فعلا. فانا شايف ان هو الموضوع مش صح يعني بس هو محتاج سيستم هو مش سرقه قوي انت بت... غصب عنك بتسيرشي على الحاجه بتلاقيها, بتلاقيها موجوده بتلاقيها بلاش قدامك يعني ايه خلاص خلصنا يعني الواحد مش بيبقى قصده ان هو يعني وبرده يعني لما يبقى قدامه حاجه موجوده فور فري على الويب سايت انا ليه اروح اشتريها وادفع فيها طيب بصوا احنا هنقعد نفكر مع بعض كتير بس <applause> خلونا نروح لفاصل وهنرجع لكم على طول في نورتونا كان زمان جرايد بس دلوقتي ما بنشوفش الجرايد كنت بقرا جرايد كتير وانا في اصغر من كده الجورنال كورق لكن حاليا بقرا الجورنال آه اونلاين عم بقرا جرايد من جديد كل يوم من التلفزيون او من السوشيال ميديا اونلاين بس بشوف اكتر حاجه انا هصدقها اكثر شيء على مواقع التواصل اعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من الجرايد أه. هقرا الحاجه سواء فيسبوك سوشيال ميديا او جور... او جورنال ولو عالم مصدقها ومقتنع بيها صدقها بصراحه انا ما بصدق لا بالجرايد ولا بحكي الفيسبوك يعني الا اذا الشيء شفته بعيني اشوف انه السوشيال ميديا هو اكثر دي يوصل لي الرساله اللي انا متاكد انه هي موجوده فعلا بالشارع بطلت اصدق اي حاجه من كل ده ما بصدق هيك بشكل اوتوماتيكي اللي بتقوله الجرايد لا بعرف من الخبر سليم او لا محتاج اكون على درايه بخلفيات الخبر من الكلام من اول شيء انت بيكون عندك حسيه بقضيه شغله بتحس اذا كان في غلط ولا لا تيجي عده مصادر على نفس الخبر باخذ رايي واجمالا مجله الفرنسية اللي بقراها بصدقها اكثر ندمت ان انا اديت وداني وعنايا وعقلي لوسائل الاعلام ورجعنا لكم في نورتونا ومعانا اجمل رواد آه التنوير آه استاذه مجدة موريس آه الكاتبه والناقدة الكبيرة آه استاذه مجدة منورانا اهلا بحضرتك بيكو اهلا بحضرتك قبل ما حضرتك تنورينا في الاستوديو كان عندنا اشكاليه احنا والشباب مش عارفين ازاي نميز بين الاخبار الصحيحه والاخبار المغلوطه والاخبار الغير صحيحه يعني بنشوف كل يوم بيتم نشر اخبار آه لا اساس لها او لا وجود لها اصلا في الحقيقه وناس كتير بتنساق وراها، ازاي المواطن او ازاي الشخص اللي بيقرا يعرف يميز الخبر الصح من الخبر الغلط. الحقيقه أنت بتتكلمي عن اشكاليه موجوده عندنا كلنا دلوقتي، وخصوصا ان هناك من يتعمد ان هو يقدم اخبار مغلوطه كل يوم بقى. مش بس ما يخص الاخبار الشخصيه لكن الاخبار العامه كمان والاخبار. الحقيقه انا شايفه انه زي ما السوشيال ميديا سهلت لنا حاجات كتير قوي في تلقي الاخبار وتلقي فيديوهات. عمرنا ما كنا هنشوفها لكن هي كمان القت علينا عبء مهم قوي ان احنا فعلا نحاول ان احنا نعرف الغلط من الصح وبالتالي احنا كبشر يعني اذا كنا فعلا استفدنا من السوشيال ميديا لكن علينا ان احنا نقدم ما يثبت جدارتنا كبشر بالتحقق من هذه المعلومات يعني ما نبقاش بس مجرد متلقي وعاء كل اي واحد صاحب اشاعه يروح حط فينا المعلومه دي ونتلقاها ونصدقها وكده والا اصبحنا فعلا شانل سهله جدا ها لعبور لعبور الاخطاء والاغلاط وكل الحاجات انا بتصور الحقيقه انه انه علينا على الاقل ان احنا نحاول البحث حوالين ما يعني ما قراناه ونشوف يعني نشوف اصل الحكايه ايه هل بح... عندنا حكمه الافراز والتمييز طبعا طبعا <applause> ده ضروري قوي و و و وكمان محاوله الاجتماع يعني اذا كان في بعضنا مثلا في بيته مع اخواته والدته كده والده او او مع اصدقائه عليه ان هو يطرح المساله عليهم انتوا سمعتوا الخبر ده شفتوا الفيديو ده هل ده معقول في في ناس هتقول ده معقول وفي ناس هتشكك فيه بقدر من الم يعني بقدر ما وفي ناس هيبقى عندها راي معارض ليه لان في الاخر كلنا عندنا معلومات سابقه بشكل عام عن الحياه يعني ممكن ما يكونش عندنا معلومات مؤكده عن هذا الحدث او هذا الخبر وبالتالي ممكن من خلال وجهات نظر مختلفة اللي احنا بنحاول نشوفها ان احنا نوصل الى يعني الى حد ما لماهية هذا هذا الخبر او هذا هل هو صحيح 100% هل هو صحيح 50% هل هو صح هل هو غلط كله على بعضي لان احيانا في حاجات بتتبعت لنا كده لو دققنا فيها شويه هنلاقيها مش ممكن مش ممكن نصدقها وفي بعض الحاجات لو احنا دورنا على مواقع بسرعه هنلاقي ممكن نقرا القصه الكامله بتاعتها انا رايي انه ده واجب شخصي مش واجب عملي كمان مش عشان خاطر مثلا الامان مثلا الامان العام وكده ان انا ان انا لما اصدق حاجه يبقى فعلا ده عشاني عشان خاطر انا ما بقاش يعني بعبي نفسي باخبار وفيديوهات غلط وفي الحاله دي انا هكون وجهه نظر بعد كده هي كلها خطا مبنيه على وقائع خطا فانا رايي انه دي يعني يعني ده دي مهمه السوشيال ميديا القطع علينا عبء القي علينا زي ما احنا بناخد كل حاجه بسهوله استاذه مجده احنا بقى كشباب يعني عايزين نتكلم مع حضرتك اه ازاي نكون بنستخدم اللي احنا بنستقبله ده بطريقه ايجابيه ونقدر نميز ده صح وده غلط <applause> شباب بقى يعني نتكلم مع بعض انا الحقيقه انا قلت انا شرحت الموضوع وبتمنى ان هم يقولوا لي أهالي كان كلامي واضح إزاي؟ هو الفكره مم. ان ان انا اتاكد وكده دي حاجه حلوه بس لو احنا فاتحين الفيسبوك مثلا في 10 دقائق مش هو مش خبر واحد بيبقى كذا خبر في اخبار بيبقى كذا حد انا عارفاه عامل شير فناس انا مثلا اعرفهم كويس مم. فبالتالي ده بالنسبه لي اكد لي ان الخبر كويس يمكن أنا بساهم فيه لو عملت شير بس أنا ممكن أصدقه وما عملت شير بس أنا صدقته وببدأ أسكرول تاني ويجي لي خبر أشوف خبر تاني فالحياة يعني سريعة قوي أن أنا كل خبر هرجع أشوف مصدره ده, ده, ده صح ولا غلط فلأ ما إحنا مش بنعمل كده الحقيقة غير لو حاجة أنا مهتمة قوي بيها فآه هفضل وراها لحد ما أتأكد أن ده حقيقي طيب احنا معانا مداخله تليفونيه معانا على التليفون استاذ محمد عبد الرحمن الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع في الفن ومتخصص في الاعلام استاذ محمد اهلا بيك اهلا بيك يا فندم منورنا يا استاذ محمد بنتكلم <applause> النهارده عن الاعلام والتفكير النقدي ومعانا الشباب في الاستوديو استاذه ماجده موريس بنتساءل عن ازاي انا كمتلقي للخبر من سواء الانترنت عموما او من مواقع التواصل الاجتماعي ازاي اكون متلقي ايجابي واعرف انتقي الخبر المظبوط. اولا بحياتي طبعا لاستاذتنا التي تعلمنا منها النص البناء والنقد الموضوعي الأستاذة ماجده <applause> موريس. شكرا أنا آه آه يعني انا بجد يعني آه احنا لازم آه نرفق شويه بالجمهور، الجمهور بيعاني جدا في الفتره الاخيره من آه حرب الاشاعات وحرب الاخبار الكاذبه زي ما بيقولوا. ااا آه آه لانه وسائل التواصل الاجتماعي لما دخلت الناس كلها بتطلع عليها آه ما كانش في درايه كامله انه انه يمكن لجهات عديده ومعظمها جهات خارجيه تستخدمها في نشر الاكاذيب. سواء اللي بينشرها بشكل متعمد او عن جهل يعني واحد عن تفاصيل كامله فبينشر خبر خاطئ او واحد بيتعمد نفس الخبر الخاطئ. بالتالي احنا بنطلب من الجمهور ان احنا لحد ما تستعيد الصحافه يعني عافيتها ويبقى المنصات الصحفيه محترفه الى شكل كبير نطلب الجمهور ان هو اولا لا يصدق الخبر من حسابات غير معروفه حتى لو هذه الحسابات بيتابعها من فتره طويله يعني لازم يكون عارف مين الصفحه دي اللي مثلا اخبار المؤتمر مثلا. اخبار المؤتمر، مين اللي واقف وراها؟ هل هم ناس معروفين ولا لا؟ طيب انتوا مثلا بتحاولوا بتحاولوا انتم ك يعني استاذ محمد بتحاولوا انتم كجهات صحفيه وك يعني المفروض انه طبعا قدر كبير من الوعي والمعرفه موجود عندكم اكتر من الشباب ازاي دوركم ان انتوا توعوا الشباب بالكلام ده مش ان انتوا تاخدوا الخبر الصح يعني المفروض انا حاسه أنا برضو عليكم انتوا كصحفيين حمل ان انتوا ازاي تعرفوا الشباب ازاي هم اللي يختاروا الصح من الغلط بالذات ان دور الاعلام معلش هكمل على كلام ميراندا يا استاذ محمد استاذ محمد معلش هكمل على كلام ميراندا خاصه ان دلوقتي احنا عندنا نوعا من يعني البعد عن اخلاقيات المهنه فمعلش عايز رد حضرتك يبقى رابط ما بين الاثنين عشان نعرف برضو رد الشباب مع استاذه مجد هو الجيل ال اللي دخل الصحافه بعد 2011 ما اصلا ما خدش فرصه انه يتعلم اخلاقيات المهنه هو مش هو بيخالف الاخلاقيات من غير ما يعرف ان دي مخالفه بالظبط <applause> <applause> يعني هو بينشر الخبر عن يعني يعني كنت حساب مفبرك لاحد الفنانين هو مش عارف ان المفروض اصلا يتحقق ان الحساب ده مفبرك ولا لا هو بيقول لك انا انشر ولو طلع غلط انا بامسح <applause> هو للاسف اخلاقيات المهنه ما بقاش في تعليم ليها نتيجه التوسع في التعيين الصحفيين وفتح بوابات صحفيه اللي كانت لمسايره الاحداث في 2011 2013 دون فرطره حقيقيه لهؤلاء له الشباب الصحافه لم تقم بدورها في التوعيه زي ما قالت السبب ان هي الصحافه ما كانتش حتى لو هي بتعمل التوعيه الرساله ما بتوصلش. نتيجه ان المنصات اللي اتعملت بدون ما نعرف ان المنصات دي موجهه هذه المنصات خدت مساحات كبيره هتلاقي يعني المنصه عليها 10 مليون متابع. موقع الصحفي المحترف عنده مليون متابع. والفيسبوك بياخد فلوس من اي حد بيحط فلوس عشان الماده توصل. كل ما يكون السوق على هو بيوجه الاخبار الكاذبه للاسف دي كلها محاولات لم تنجح حتى الان بقينا نهتم بكم الاخبار مش بكيف صياغه الاخبار ونشر الاخبار الصحيحه يعني احنا بنطالب الجمهور انه دايما بيبقى فيه قوائم سوداء يبقى فيه قوائم بيضاء أيوة. لما يحس ان الموقع دوت اخباره صادقة لما يتابعه هو ويبطل متابعه المواقع الثانيه ويرشد للاخرين صحيح. ويا جماعه لو انت عرفت ان صحيت الصبح وسمعت ان في فنان توفى مثلا وانت مش متاكد ما تكتبش على الفيسبوك هو فلان توفى ولا لا. احنا نتمنى يكون عندنا وعي اكبر من كده في استخدامنا للصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشكرك جدا استاذ محمد, محمد عبد الرحمن محمد. الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع في الفن. طيب نكمل كلامنا مع الشباب كرولوس أه الحقيقه انا شايف ان احنا عندنا مشكله الاكبر في الموضوع ده ان احنا طريقتنا في التعامل مع التكنولوجيا اقدم من التكنولوجيا ذات نفسها. السوشيال ميديا دلوقتي خلت ان الاخبار ممكن تنزل وممكن تتمسح. زمان كان ما ينفعش تمسح خبر من الجورنال. فدلوقتي الشخص اللي بيكتب الخبر ذات نفسه بقى عارف ان هو عنده خطه بديله وقت ما الخبر يطلع مش حقيقي هو يقدر يمسحه ويسحبه. بس هو بيسحبه من من المنصه اللي نزل عليها الخبر، لكن ما بيمسحوش من الدماغ بتاعت الناس اللي قرأت الخبر. م. فهو ممكن يبث اشاعه وينسحب والاشاعه هي اللي تعيش وهو يختفي. طب طب استاذه ماجده يعني دي نقطه مهمه، آه. مفيش رقابه صحفيه على آه هذا النوع من الاخبار اللي بيتم نشرها ومسحها، يعني الصحفي اللي عمل كده ده ما بيتوقفش، بيتمنع بياخد آه <applause> لفت نظر، اي حاجه هو هو, هو في القبض في الـ في القبض الصحفيين اللي لو في شكوى من صحفي كتب حاجه غلط اضرت بحد او بمؤسسه او بحد ممكن ساعتها النقابه تحقق معاه وتوقف لكن بالنسبه للسوشيال ميديا هي مش داخله ضمن نطاق عمل نقابه الصحفيين في بس مصر بس اعتقد المفروض في المفروض أنه في نقابه بقى. الاعلاميين جديده خالص المفروض ان هي يعني تضم بتاع السوشيال ميديا وكل الاعلام الافتراضي بس حصل الكنترول عليهم هيبقى صعب برضو شويه طبعا صعب لانه احيانا في ناس بتدي لنفسها هويه مختلفه عن هويتها عشان خاطر تقدم زي ما قال الاستاذ محمد عبد الرحمن احيانا بيبقى في ناس بتقول حاجات فعلا وهي وانت مش عارف دي مين انت مش عارف هويه اللي طلع لك الخبر او اللي نشر لك الفيديو كان في فيديو منشور اول امبارح عن طفلين ها ام اظن عقبتهم او اب وكان مقزز جدا ومزعج جدا وناس كتير في ردود الافعال قالت انه ازاي ده وازاي ده, إزاي ده لكن هو وصلهم هو وصل الناس دي انا مش عارفه هل احنا ممكن كجمهور وكمتلقين ممكن نعمل راي عام ضاغط مثلا عشان خاطر منع ان احنا ما نشوفش الحاجات دي او ان احنا نشطبها لما تجيلنا ولا فضولنا الشخصي هيكون اقوى من راينا بحيث ان احنا نشوفها وبعدين نزعل منها وبعدين نتاذى منها هل ممكن نعمل ده اذا فعلا مثلا قطعنا بعض المواقع اللي احنا بعد فتره بيثبت لنا انها مواقع مضلله او مثيره او بتدور على اي حاجه عشان خاطر تجذب يعني في مواقع متخصصه مثلا في اخبار الفنانات والفنانين لبسوا ايه ما لبسوش ايه قلعوا الحجاب لبسوا الحجاب مم. وانه ازاي هي لما قابلت خطيبها من 30 سنه حصل ايه بينهم؟ في طيب. حاجات اغلبها عباره عن بتاع اختراعات. يعني ماركو انت يعني اه انا عايز اقول انا ان احنا اللي بنتزني انا كمتلقي انا اللي بتزنق في النص ما بين ناس بتقول الحقيقه وناس بتطلع تكد بتقول العكس الحقيقه انا بتزني في النص وانا زيهم كمستخدم سوشيال ميديا بحس انه انا لو انا قاعد في البيت معايا الموبايل انا لو هتاكم خبر هخش في اي حاجه ثانيه علاقه بالسوشيال ميديا. يعني لو خبر فيسبوك هتخش أشوف الفيديو ده موجود اصلا على اليوتيوب ومين اللي منزله، فبرضه بلف الف وبرجع للسوشيال ميديا في الاخر، ما انا ما عنديش حد حاسس ان انا بتزنم في النص، مين في الاخر يقول لي ان الخبر ده صح ولا غلط؟ اروح اروح فين؟ انا اروح فين؟ يعني اولا انت بتقوله ده بيعبر عن حاجتين، الحاجه الاولى نوع اهتمامك هل طبعا مش كلنا حنسعى حن حن وراء الخبر نفس الخبر، في كل واحد فينا حيسعى وراء خبر يهمه أكتر يعني حاجه تت... حاجه ليها علاقه باحوال البلد مثلا حد يجي مثلا اي حد يقول إنه فيه في هتحصل الوقت جاي الاسعار هتغلى او هتقل وفي حد تاني يقول حاجه بعد كده فين وفين اللي الحكومه مثلا ما تطلع تقول لا يا جماعه ما فيش حاجه هتحصل ده اذا إيه ردوا يعني مم. فبنتحط احنا في خلاط الحاجه هتغلى مش هتغلى طب نلحق نشتري مم. ولا هي هترخص فبحس ان احنا بنتزنق في الحته ديت اه فانا سمعت خبر فانا هنزل اشتري ولا نفسي دفعت فلوس كتير وبعد كده رخصت او بعد كده مثلا غليت بحس احنا طول الوقت اللي مش عارفين يعني. مش يعني يعني عارف أه هل ما هو الحكمه هنا الحق مش قادرة اقول لك حاجه <تصفيق> 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 غير بعدك حكمه <applause> الخبره استاذه ماجده هنا يعني الاعلام هل هو ظالم ولا مظلوم يعني انا حاسس ان احنا عمالين آه يعني جايين زياده على الاعلام ولا احنا اللي غلطانين ولا هو اللي غلطانين ولا ايه بالظبط انهي اعلام الاعلام ال ال التقليدي ولا الاعلام السوشيال ككل ميديا ككل لا مش السوشيال ميديا لان السوشيال ميديا اصبح آه ليه مم. علاقه ريليتد بالاعلام يعني انا رايي أنه الاعلام ظالم ومظلوم الاتنين مع بعض يعني هو مظلوم اولا لانه احنا مش البلد بتاعة المعلومات المستمره والسيستم المظبوط في ان كل حاجه تتعرف وتتادب وكده بدليل ان احنا ذكرنا إن ذكرته من شويه ان مركز معلومات مثلا مجلس الوزراء بيبقى مره واحده في الاسبوع بيقول ده حصل لا ده اشاعه مش مظبوطه آه. انا انا بتصور ان ده لازم يحصل على يومي. على مدى اليوم مم. على مدى اليوم مم. اه وعلى مدى الساعة كمان مفيش مشكله لما يبقى بين كل فقره وفقره في في برنامج تلفزيوني يتقال لك انه في طلعت اشاعه النهارده كذا زي اهم الانباء اللي كانت بتيجي زمان آه. آه. يعني لو لا. يطلع كده ان هو تجديد الاشاعات بتقدم, بتقدم كل كل نص ساعه وكل ساعه اهم الانباء دي قنوات اخباريه احنا عايزين في قنوات المسلسلات والحاجات اللي الناس بتروح عليها باستمرار طبعا انا كنت عايزه اسال كمان الشباب يا استاذه ماجده هل ممكن يعني عشان خاطر انا لو عرفت ان في موقع معين مثلا الموقع ده بيقول اخبار مضلله هل م... ازاي بقى اسيطر على فضولي ان انا ابقى إحنا ساعات بنحب نقرأ الإشاعات على فكرة، يعني إحنا بغض النظر إحنا بنكون عارفين إنها إشاعة، بس بيبقى فيها كده نوع من المتعة كده إن أنا بقرأ الكتب. الخبر. في خيال الكاتب أيوه بالظبط <تصفح> أعيش <تصفح> الخيال معي أنا عايزة فيها أقول آه. حاجة هنا قبل ما أنساها آه إنه أنتوا بتلاحظوا إنه في أغلب المواقع بتاعت حتى الجرايد الرز... الرزينة والرصينة في أنواع من الموضوعات موجودة فيها كلها، زي مثلا موضوع إنه الوصفة الصينية عشان الشعر مثلا الفاضي مثلا ده او مش عارفه الوصفه ايه. شيء مدهش انه مواقع كبيره جدا وجرايد مهمه جدا تنشر تقريبا نفس المحتوى مع مواقع ما حدش يعرف اصلها وفصلها ايه. وده معناها فعلا انه هذه المواقع بتساهم بتضللنا كلنا لانكم انتوا ليه محتاجين تنشروا الحاجات دي؟ غير كل لانه ملوش ملوش وزن وملوش جمهور وملوش تاريخ. لكن انت بتعمل كده وده جزء على فكره من تضليل الناس من خلال المواقع نفسها او موقع كبير مثلا ينزل دواء تخسيس مثلا ما يكونش ليه اي تاثير ولا حاجه بس ده بقى طبعا ده بيبقى يعني مدفوع الاجر يعني ده آه بيبقى طبعاً طبعاً. مش وما بيكونش ظاهر كاعلان لا بيكون ظاهر كمقال بس دلوقتي بقت حتى كمان المقالات بقت مدفوعه الاجر طيب انجى عايزه اسالك بجد عن النقطه اللي كنت بتكلم فيها تقدري تمنعي الكريوزيتي بتاعتك او فضولك ان انت تروحي تقري خبر وانت عارفه ان هو خبر كذا اه يعني على اساس انه يا اما لو دخلت ادخل عشان اضحك مثلا او اقرا كده اغير جو بس لكن انا مش بصدق الكلام ده يعني احنا كمان ساعات بنشير الحاجات دي للتريقه يعني بنشير آه. الخبر ده بس يا جماعه بيقولوا مش عارف ايه ندخل بقى نتريق كلنا ونضحك اهم حاجه بس ان الواحد يعني ما يصدقش الكلام ده اللي هو بيقراه يعني يقراه كده ماشي فور فان ماشي لكن يصدقوا بس فينا بقى ناس و... بس صدقوا انا <applause> و... لا ده غلط منهم بقى طب استاذه ماجده يعني ايه ازاي طب الكلام بتاع انزي ده مهم طبعا بس برضو ازاي اوصل بقى للشفافيه ان انا ما يبقاش عندي اخبار كاذبه يعني ازاي يوصل ان انا كاعلام اقدم كل الاخبار بمنتهى الشفافيه والحياديه وهل في يعني حياديه؟ مش... لا طبعا مش هيحصل ده ابدا لان, في لأن... ناس لان في ناس عامله مواقع عشان تضليل وانت ما تنساش كده لان في ناس عامله مواقع عشان خاطر بتاع ده تهز الراي العام في ناس عامله مواقع عشان خاطر يبقى في بلبله الناس مش عارفه بالظبط ايه الصح وايه الخطا ما أيوة. دام في ناس عامله كده وانت ما تعرفش مين هي ما تعرفش اهدافها ايه يبقى لازم تستخدم عقلك الحاجه الوحيده المتاحه ليك انك تستخدم عقلك مش عندك وسيله ثانيه او تستخدم هيوة. او تعملوا تعقلها تعملوا جروبات <applause> بس المسؤولية هنا بتقع فين بقى؟ على الفرد ولا على المؤسسة؟ لا بتقع على الاتنين مع بعض بتقع, داكي على... داكي على داكي بتقع على المؤسسة اللي هي لو مؤسسة مهمة ومعروفة ولها تاريخ لابد انها تدقق قوي فيما تنشره على المواقع وبتقع عليك انت لانك انت اللي عندك اللي بتفرز المفروض تفرز وممكن تسأل أصدقائك وكده لكن في ناس احنا ما نعرفهمش وما نعرفش نجيبهم منين وبالتالي دول ودول موجودين على السوشيال ميديا مم. يعني هتتعامل معهم ازاي لازم نحطهم في حسابنا دايما ان هناك من يريد انه يبلبلك انه يقلقك انه يعمل اي حاجه تضايقك باستمرار انه يدخل في وسط الاخبار الحقيقيه عشان ياخد قدر من المصداقيه ده الجزء الثاني من السؤال كان عن الحياديه هل مم. لدينا اعلام محايد او في العالم كله م. يعني في شوف العالم, العربي العالم يعني احيانا بيوصف بانه وجهه نظر م. بمعنى انك انت وانت بتقول خبر وانت وانت بتفسر حاجه انت بتقول وجهه نظر فيها كمان م. وعاده بيكون يعني يعني مش عارفه ده رايي آه وجهه نظر المالك قناه او صاحب القناه او صاحب الجريده انا دايما بحس ان الاعلام أول موجه اول البلد اول بلد بتطلق الاعلام موجه وانا كأنا انا فتحت قناه عايزه اقول زي مثلا مش, مش عايزين نذكر اسماء ناس بس زي الفنانه اللي هي ملهاش في اي حاجه وعامله نفسها بيج على الفيسبوك وعلى قناه على اليوتيوب وعماله تتكلم عن نفسها وتنشر اخبار عن نفسها في الاخر الناس اصلا بتتفرج عليها عشان تضحك عليها دي حاجه يعني من من ناحيه كوميديه لكن حقيقي لو في يعني شفنا في الفتره اللي فاتت كمان يمكن بعد الثوره ان الاعلام الموجه لو كل واحد صاحب قناه رئيس حزب عنده قناه بينشر من خلالها افكار الحزب بتاعه جهات سياسيه معينه بتنشر بتفتح قناه عشان خاطر تبث فكر معين للناس والناس بقى عارفه ولا مش عارفه ان الاعلام موجه لولا الفضول الناس ما كانوش الناس دي كلها عملوا قنوات على اليوتيوب. م. يعني هو بيعمل ليه قناه، هو عارف انه في ناس عندها هدوم مين ده او هي الفنانه اللي انت قلتي عليها. عارفه ان في ناس هتدخل تتفرج ممكن على لبسها، ممكن على طريقه كلامها، تضحك، تنبسط، تعمل حاجه، بس في ناس في جمهور. أوه. انا 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 بتساءل ليه اصلا الجمهور ليه احنا اصلا ندخل على حاجه يعني من الواضح ان هي ما فيهاش اي جديد. او ما فيهاش اي مفيد لينا الفضول اللي حضرتك قلت عليه ها الفضول اه بس مش يعني 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 برضه في نوع من تحكيم العقل يعني من تحكيم العقل او من التوازن انك انت وانت بتدخل اولا انت عندك وقت يا مش كده, كده مش, مش انت بتقول لحضرتك بتعمل شير للاخبار اللي غير صحيحه ان هي فاني حاجه فاني <applause> 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 طيب يبقى ساعتها ما نزعلش بقى لو ان احنا فعلا كنا اداه استخدمنا لبعض عشان ننشر اه للاسف الشديد ازاي نعمل أه توعيه بقى ده يا استاذه مجد ان احنا ما نعمل ما نخليش انجي تعمل كده تاني بس انجي عندها على الاقل عندها وعي كامل هي بتعمل كده ليه إيه لكن في ناس بيعملوا كده بدون وعي اه يعني يعني احنا لازم نفرق ده من الناس بتعمل ده من غير وعي والناس بتعمل ده بس انا ارجو من انجي انها ما تشيرش الحاجات دي <applause> 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 لا اضحكي وانبسطي وخدي يعني قدر من البهجه اللي انت عايزاه لكن ما تشيرهاش لان في ناس مش هتفكر زيك فيها في ناس هتصدق كده وهي منصفه انا حاسه كمان في دور على الاعلام بقى تل... الاعلام المرئي بقى التلفزيون يعني زي ما مثلا وزاره الصحه بتعمل اعلانات توعيه مثلا عن نغسل ايدينا نستعمل الميه ازاي الحاجات دي كلها يبقى في جهات اعلاميه بتمول اعلانات انها توعي الناس مش اللي ك... هو زي مش كل خبر تقراه ده بدأ هو خبر صح لا, لا بدأ, 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 بدا على التلفزيون آه لا لا ده موجود خبر على التلفزيون موجود الحمد لله احلامي بتتحقق لا آه انا آه 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 بتمنى بس فعلا ان الناس ما بتصدقش كل حاجه تاخدها على انها امر مسلم بيه لان في حاجات كتير فعلا كذابه مضلله في وسط الحاجات دي كلها وبتمنى كمان انه الاعلانات اللي بتجي اللي هي مكتوب عليها سبونسر دي لما ندخل على الفيسبوك م. يعني احنا نفكر قبل ما نقراها اصلا مش نتفاعل معاها لان في كتير منها مدفوع عشان يعمل تاثير معين م. انا شخصيا دلوقتي اي حاجه سبونسر باخد بالي هو بيبقى مكتوب بشكل صغير صغير أم. جدا اه على جنب بفوته لانه انت فاهم هو عايز منك حاجه اه عايز منك حاجه واحنا يعني كفايه اعلانات في كل حته في مصر يعني ف مش كمان هنا وانا ينفع اقول حاجه اه طبعا طبعا طب انا ش... طبعاً عندي او بفكر فكره لو احنا عندنا حاجه فيك او حاجه ناس احنا كشباب شغلة وقتنا م. هل في الموازي نعمل حاجه ثانيه تشغل وقتنا بس تكون صح؟ يعني هل مثلا الاعلام او حضراتكم كمسؤولين او ناس كبيره انتوا تفيدونا ازاي ان احنا بدل ما نشغل وقتنا بحاجه ما تنمناش او لان كده كده الوقت موجود الفاضي وكده كده على الفيسبوك او السوشيال ميديا فازاي يحصل حاجه تخلينا احنا نستغل وقتنا يعني لانه كده هنقعد فازاي ممكن يتعمل فيديوهات او يتعمل حاجه أه... تساعدني تساعدني او تساعد الشباب ان احنا لا نستفيد بالوقتين حاجه تحدي يطلع بفكره اللي خلينا نقرا اكتر. على فكره اللي انت بتقوله ده متنفذ وفي ناس عاملة, عامله مواقع على الانترنت بتدور بقى على حاجات مهمه وحاجات يعني قويه وحاجات تدعو للفخر والانتماء. يعني في ناس مثلا في مواقع بتقدم لك مثلا ابطال مثلا المصريين في الحروب. في مواقع بتقدم لك ناس ابطال من الشارع. بيعملوا حاجة مهمة في الحياة بياع واحدة ست بتبيع حاجات ازاي انها بتعمل حاجات كويسة قوي ونضيفة قوي في في مواقع بتدور على الناس اللي ممكن يساعدوا الناس اللي في الشوارع اه طيب انا استاذن حضرتك يا استاذة ماجدة ناخد م. تليفون معانا على تليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ عبد الله السناوي اهلا بحضرتك يا ربي. اهلا اهلا بحضرتك منورنا في نورتونا منورنا يا استاذ عبد الله يا اهلا موضوعنا النهارده يا استاذ عبد عن الاعلام والتفكير النقدي وبنتناقش مع الشباب وضيفتنا الاستاذه ماجده موريس في الاستوديو ازاي الشاب يميز بين الاخبار الصحيحه والاخبار الغير صحيحه انت طلب تكلمي عن معضله كبيره جدا آه. انت بتطلبي من <applause> المستمع او المشاهد او القارئ انه يفرز الاخبار الصحيحه من الاخبار المزيفه الحقيقه دي مهمه وسائل الاعلام او الوسيله الاعلاميه ان تقدم الاخبار صحيحه ومدققه ومن اكثر من منظر وبتحترم حق القارئ او المشاهد او المتابع في معرفه الحقيقه فالقضيه انا بربي عند القارئ او المشاهد ان هو بيصدق الوسيله الاعلاميه آه بالاختبار يعني 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 باستمرار يكون متاكدا من ان ما ينقل اليه هو صحيح ودقيق و... ومراجع. اما عندما يتشكك في في الخبر الحقيقه مش هيكون في فرق كبير بين التواصل الاجتماعي وبين الوسائل الاعلاميه انها كلها آه تخضع للاهواء وليس الى المعلومات الصحيحه والمدققه. طب دي مسؤوليه الصحافه يا استاذ عبد الله ولا مسؤوليه القارئ؟ لا مسؤوليه الصحافه طبعا مسؤوليه الصحافه بالاساس طبعا وايه يا, يا استاذ عبد الله المسؤوليه مم. اللي بتقع على يعني يقول لا دي صح دي غلط لان المفروض ان الاخبار ما بتنشر هي اخبار صحيحه ومدققه وليست اشاعات وليست مجرد دبيبه فاذا ما فخر ثقته في الوسيله الاعلاميه فهيقول حسب القول الشهير القديم كلام جرايد، أي كلام غير مصدق آه. أو مفرج. المفروض الصحافة بتخضع لقواعد ومعايير مهنية صارمة وتستخدم ودي الفرق بين الصحافة الجادة والصحافة الصفراء. لما إحنا بنتكلم عن الصحافة الجادة، الصحافة الحقيقية ألا تستحق هذا الوصف، نتكلم عن أخبار صحيحة ومدققة. لأن القاعدة الإعلامية بتقول أن الكلام ملك صاحبه، طبعًا هو اللي عاوز يقوله. الإعلان ملك صاحبه والخبر ملك آه القارئ والراي ملك كاتبه يعني انا في الراي <applause> <applause> يعني ما اعتقد شيء انا مش بضرورة القارئ ان هو آه يبقى فيه. لكن قاعده المعلومات قاعده الاخبار لابد ان تكون صحيحه ومدققه وبالتالي الجميع بيبني وجهه نظره بناء على اخبار صحيحه ومدققه اما اذا كانت الاخبار يعني مزيفه او مدعاه او مدعنه فهي ما فيش قيمه لا تحليل سياسي ولا قيمه الراي فنصبح في حاله فوضى كبيره فيش فوضى عالمية فوضى يعني سياسيه فوضى اخلاقيه فوضى فوضى عامه في البلد يعني وبالتالي اهميه الصحافه وان تكون ما ينشر عنها هو اخبار صحيحه ودقيقه. <applause> طيب استاذ عبد الله انا اللي عندي سؤال آه، معلش صح. صح. <تصفيق> <تصفيق> استاذ عبد الله معلش حضرتك اتكلمت على المسؤوليه الخاصه بالجهه الصحفيه طيب المسؤوليه اللي بتقع على المتلقي متلقي الاخبار ايه المسؤوليه اللي بتقع عليه لا متلقي المتلقي طبعا في النهايه هو في الاخر انت, انت عندك حريه صحافه حقيقيه حق وفي مدارس مختلفه والمدارس مش عليها نفس الحريه في بتتسابق في نشر الاخبار الصحيحه ويعني فالمتلقي بيذهب الى حيث يريد يعني عنده زي بنقول عنده اطباق متنوعه فهو يختار الطبق المفضل في قارب يفضل الصحافه الشعبيه اللي بتميل الى الاثاره والصحافه الشعبيه لها اصول وليست هي الصحافه الصفراء يعني في كتابه الخبر العناوين تبقى قصيره مباشره اللي اكثر بالحوادث يعني لو انا عندي صحيفه بتصدر اليوم لو انا صحيفه شعبيه يبقى حادث انتحار طالب الهندسه وجو القاهره ممكن أخذوا قصه رئيسيه في الاولى لو انا صحيفه محافظه اهتم بيه بس اخده في صفحه الاحوال ههتم اكثر بالاخبار السياسيه او العامه او الدوليه فالقارئ يذهب الى حيث الوسيله العلميه التي تلبي اهتماماته انا مش بطلب من القارئ إن هو آآ آآ القارئ العادي يعني اللي هو اللي بي 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 بيكشف زي في الاخبار لكن لو وصلت لمرحله ان القارئ هو المنوط بكشف الاخبار الصحيحه من المزيفة مزيفه فده معناه الحقيقه ان في انهيار في الوسائل الاعلاميه وانها الحقيقه لا البقاء لانها بتخلف ما هو صحيح بما هو مزيف. مشكورة جدا استاذ عبد الله سيناوي الكاتب الصحفي الكبير نورتنا في نورتونا. ايه رايكم يا شباب في الكلام ده؟ آه جميل طبعا <تصفيق> <تصفيق> يعني هم عليهم جزء هو استاذ عبد الله هو عليه جزء كصحفي او هم كصحفيين عليهم جزء واحنا علينا جزء هننتقي بعد كده ولا يعني زي ما دخلنا زي ما خرجنا من اللقاء ده ولا لا هنغير الاستراتيجي بتاعتنا؟ انا شايف اخنا. اصلا ان احنا كم احنا ك يعني كناس بنستقبل الاخبار اصلا عندنا برضو قوة ضغط على على الناشر اصلا يعني في بوست كتيرة جدا دي بدأت تظهر في البوست الأجنبية أكتر من المصرية تلاقي واحد دخل وكتب كومنت وقال لك ايه الريفرنس بتاعك انت جايب الخبر ده منين مم. فبالتالي تبدا الناس كلها اللي بتقرا الخبر الكومنت يبقى هو اللي فوق والناس كلها قبل ما تصدق تلاقي ان في واحد بيشكك في الخبر من قبل اساسا ما هم يخلصوا الخبر آه. فاحنا لو بدانا احنا ندور على على ده آه هنجبر الناس اللي بتشير او تنزل اخبار بعد كده ان هي ترفق المصدر بتاعها فبالتالي هنقدر ان احنا نعرف اللي مش منزل مصدر بالتالي خبره مش هو يعني كل يعني أوه مسؤوليه المتلقي اللي انا عايز اوصل لها يعني, له يعني فبرافو عليك استاذ رايح في كلام استاذ عبد الله؟ هو هو ركز اكتر حاجه على الصحافه لكن مصدر مين المسؤول عن الخبر؟ مين المسؤول عن الراي؟ طبعا هو اتكلم كلام مهم لكن هو قال في الاخر حاجه مهمه انه في, في الوقت اللي تختلط فيه الاخبار الصحيحه بالاخبار المغلوطه على السوشيال ميديا فده فيه انهياره، وطبعا هو اتكلم عن حاجات تانية تخص حرية الصحافة. أنا رأيي إنه ده جزء من المشكلة الأساسية، إن احنا في أخبار كتير لا تنشر بشكل بشكل منظم وعلني عندنا بحيث إن احنا ممكن نعرفها في وقتها. وبالتالي لما نعرفها وقتها يبقى عندنا نوع من الحماية لو إنه في حد كتب حاجة عن الأخبار دي بعد كده، وكتب حاجة وقصده إن هو يحرفها هنعرف. لو احنا عارفين اصل الخبر هنعرف لما يتم تحريفه. وبالتالي هو برضه في الاخر ما قاله الاستاذ عبد الله هو بيلقي العبء علينا ها واللي قاله كرولوس كرولوس قوي ان في بس ده على فكره مش مش كتير أو مش منتشر ابتدى <applause> اه لكن مش منتشر هو بيطالب بانتشاره انا طبعا ما هو هو ده معناه ان في ناس كتير مستاءه جدا من اللي آه كتب ده ومعناها ان في ناس كتير برضه حاسه واعياء ومعناها ان في ناس كتير حاسه انها بتصدق حاجات ممكن تكون تطلع بعد كده لها لها خلفيات هي مش عارفاها وانه بيتقال مثلا ربع الخبر او او المنشط بتاعه بينما في معلومات تانية لازم نعرفها عشان خاطر نختار ان احنا ننحاز له ولا ننحاز ضده يعني هي المساله هتاخد وقت طويل انا بطلب بس فعلا انه يحصل كل اللي احنا قلناه انه حد مثلا لو حب خبر ما يشيروش <applause> 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 الا اذا كان 100 100 يعني <تصفيق> <تصفيق> آه <تصفيق> آه إنه, <applause> انه لو فعلا في ناس مش مصدقه ده تكتب وتقول انه طب ايه الخبر وايه الدليل على ان الكلام ده صح انه يبقى في قدر من التدقيق ان احنا ما ندخلش اي حاجه فيها سبونسر لازم برضو نتوقف قدامها لانه هي ده سبونسر هذا آه آه. نعرف ايه اللي ورا الموضوع انتوا يعني نورتونا انت بنوركم ونورتونا, <applause> ونورتونا بمعلوماتكم اللي انتوا اديتوها لنا فعلا يعني بنشكرك يا دكتوره ماجده استاذه ماجده موريس الناقده والكاتبه آه السينمائيه والتلفزيونيه بنشكرك جدا جي... بنشكرك جدا على وجودك معانا النهارده بشكركم الحقيقه ان الموضوع ده موضوع مهم قوي وانا فتره كل ما ادخل على الفيسبوك افكر فيه اقول الله طب ايه يعني اخبار بتيجي آه احيانا تبقى مؤثره جدا لكن من غير أي قاعدة ومن غير ما يبقى فيه الـ الـ يعني إيه تكملة للـ للـ للأسلوب الخبري إنك تعرفي الحاجة من ومتى وماذا خمس حاجات بيقولوها في عالم الصحافة ده موضوع مهم نشكر حضرتك جدا نورتونا فاصل ونرجع عليكم مرة تانية فيلم مات سيتي موضوعه المحوري هو تضليل الإعلام وإزاي بيتم اللعب على ده وإزاي ضمير الإعلامي هو الحل وإزاي نقدر يبقى عندنا تفكير نقدي تم فصل حارس الأمن سامبيلي من عمله بالمتحف مما يصيبه بحالة شديدة من الهياج تدفع إلى إحضار سلاح ناري ومتفجرات واعتقال السيد بانكس مدير المتحف ومجموعة طلاب كرهائن يتصادف وجود المذيع التلفزيوني ماكس براكت في المتحف ويكون حلقه الوصل بين سام والشرطه والسلطات المحليه تزداد الامور سوءا عندما يقتل سام صديقه بالخطا ويهدد بقتل الاطفال ويحاول ماكس البحث له عن مخرج طاقم العمل داستين هوفمان وجون ترافولتا ازاي نعمل عالم افتراضي ونصدقه ده اللي قرره مجموعه شباب في الجامعه الامريكيه مجموعه فايبس قرروا ان هم ياخدوا مسرحيه الذئب يهدد المدينه للكاتب الصحفي او الكاتب الكبير سعد الدين وهبه وان هم يعملوها مسرحيه يحاكوا بيها الواقع النهارده منورنا وشرفنا في الاستوديو احمد حمزاوي الممثل اللي مثل دور الذئب صح او الصحفي <applause> واحمد ايهاب منتج المسرحيه اهلا بيكم اهلا بيكو. يا احمد نورتنا يا <applause> احمد بقى يعني الفكره جت ازاي مين مين فيكم صاحب الفكره الاولى او انتوا كتيم فكرتوا في الموضوع ازاي هو كان في مخرج اللي هو احمد هاني جالنا بالفكره دي في شهر خمسة اللي فات قعد وقال لنا احنا عندنا مسرحيه وعايزين نعملها وكذا كذا ليه اختار المسرحيه دي بالذات عشان مسرحيه كوميدي خفيفه سهل ان هي تتعمل وبتناقش قضيه وموضوع برضو في اطار لطيف فكان بدايه كويسه ان احنا نبدا بمسرحيه زي كده بس وابتدينا نشتغل من هنا وبعد كده عرضناها في شهر تسعة في مسرح الجزويت فكره أوكي. تضليل الاعلام اللي جوه المسرحيه بقى الفكره دي جات لكم يعني غيرتوا في النص حاجه كنتوا حابين تظهروا فكره تضليل الاعلام ازاي في المسرحيه لا هو النص كان نزل في جريده الاهرام 76 أه سنة 76 ااا طب احكي لنا كده المسرحية بريفلي يعني عشان حتى الناس اللي ما يعرفوهاش يبقوا معانا بريفلي معنا. هو واحد صحفي آه طلع له تكذيب قبل كده في كذا خبر هو عمله آه فقرر ان هو عايز يعني هو عايز ينتقم امم فقرر ان هو هينزل خبر كاذب ان في ديب بيهدد مدينة الاوقاف في الجيزة بس فالناس بتصدق الخبر والخبر بيكبر والدنيا بتفرقع وهو بيبقى مشهور فبياخد بقى ألم في نفسه اوكي okay. ده فكره ده. المسرحيه <applause> <applause> طب انتوا شايفين فكره تضليل الاعلامي ازاي ازاي يعني حولتوها لسكريبت بقى احنا عملنا السكريبت زي ما هو مكتوب بالنص <applause> اه بالنص ما غيرناش فيه في اي حاجه بس هو باين من خلال احداث المسرحيه ان لما الخبر الكاذب بيطلع ان في ناس بتيجي بتبقى مؤيد مؤيده واه انا شفت الديب ومش عارف ايه وبتاع مع انه مفيش ديب اصلا تمام طيب. وفي ناس تانية بتقول لك لا ما شفتش ديب بس في الاول وفي الاخر كل الناس بتتحرك على حسب يعني مصالحها الشخصيه طيب لو الخبر ده على هواه بيقول لك ان في دي الخبر ده مش على هواه بيقول لك ان مفيش ديب وهكذا يعني طيب كنا بنتكلم مع الشباب ونتكلم مع بعض احنا كلنا شباب في الحلقه يعني آه انتوا بتشوفوا ازاي تقدروا تميزوا بين الاخبار الصحيحه والاخبار المزيفه اللي بتطلع على السوشيال ميديا وعلى حتى مش بس مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت عموما احنا بنشوف ساعات جرايد بتنزل طبعا اخبار مزيفه ازاي بتعرفوا تنقوا الخبر الصحيح وتقروه؟ هو الموضوع بياخد وقت مم. يعني على ما نشوف الخبر ده انتشر ولا لا أه الناس بتتكلم عن الموضوع ده ولا لا يعني بتاخده بالانتشار مش بالمصدر يعني اه اوكي طب ممكن ناس تنشر من بعض غلط انت قلت لي اشاعه فانا قلتها لماركو وماركو قالها لكيرو وهكذا يعني. <applause> وده اللي حصل معاكم في المسرحيه برضو. اه بالظبط يعني اه بالظبط فاحنا كنا بنحاول ان احنا نسلط الضوء على على الموضوع ده مم. ان هو ما يبقاش فيه اخبار بتطلع كده وخلاص واحنا بنصدقها ونمشي وراها وعادي بقى. مم. بس هو عاده بيبقى في مصادر يعني موثوق في كلامها يعني بتصدق او في برضه مصادر انت عارف ان ممكن كلامها ما يبقاش 100 من الخبرات السابقه بقى بالظبط اه بالظبط وبتهيألي يعني برضه هيبان يعني بيبان من مين اللي بينشر الخبر او الخبر مين المصدر بتاعه ده بيبين مدى مصداقيته يعني بطريقه ما يعني م. طيب احكي لي بقى وانتوا وقت عرض المسرحيه كان في اقبال من الشباب ان هم يحضروا العرض وان هم انترستد في الموضوع؟ أوه. اه مم. لا يعني الحمد لله. الحمد لله كان في اقبال كبير احنا عملنا يعني دوره اولى وبعدين عملنا دوره ثانيه عرضنا المسرحيه ثاني يعني عملنا في الاول خمس ايام بعدين عملنا اربع ايام ثانيين بناء على طلب الشباب بالظبط بس ده مم. عشان المسرحيه بتضحك ومعموله بستايل كده لايت شويه ولا عشان انتوا حاسين ان وراها مسج مهمه فالناس الشباب عايزين يعرفوا ازاي يصدقوا الاعلام هي الناس حست انها شافت حاجه خفيفه وفي نفس الوقت هادفه. <applause> <applause> فالكومبينيشن ده, ده ده اللي خلى ان يبقى فيه اقبال كبير على يعني انتوا رايكم ان احنا لما نخاطب الشباب نخاطبه ازاي؟ يعني لما نحب نقول النهارده اخبار للشباب نقولها ازاي؟ او شباب شاركونا بقى يعني انتوا تحبوا نسمع الخبر بطريقه شكلها ايه؟ بالكوميكس بالكوميكس انا الراجل هعمل مسرحيه كوميديه اعمل ايه اكتر من كده؟ <applause> اكتر حاجه ترندي جدا النكت على السوشيال ميديا فانك هتوصل مسج خلال حاجه كوميديه اكتر حاجه هتنتشر بسهوله جدا من غير اي مجهود يعني م. طب لو آه، مسج بجد لو عايز اقول حاجه بجد ما نتكلمش <applause> جد <معنا. هزر> بس <applause> احنا بنهزر بس <تصفيق> <تصفيق <تصفيق> انا لو بعني خبر حقيقي مثلا ليه علاقه بمصر مثلا اكيد مش هينفع أخدوا اسماء كوميك لا. في يعني اه يعني. يعني. مش هينفع احنا نحوله كوميدي بس هو ما يجيلناش كوميدي <applause> بس احنا حتى الاخبار اللي هي الجاده بن... بنضحك عليها يعني <applause> <applause> احنا بنضحك اي حاجه اه يعني احنا <applause> <applause> بندور اي حاجه نضحك عليها بننزل الكوميك قبل الخبر يا جماعه طيب انتوا بقى شباب بتدرسوا في الاي سي فانتوا ولا مش ولا بره الاي سي انا متخرج انت متخرج وانا كنت في الجامعه الامريكيه حاليا في <applause> جامعه تانية <applause> يعني نقلت قريب يعني طيب حاسين ثقافات الثقافة اللي بتكون موجودة بين الشباب والوعي بين الشباب في الجامعات الخاصة غير الجامعات الحكومية ولا كل شباب في أي مكان هو ديبيندز على الشخص نفسه مش على المكان اللي هو بياخد منه الدراسة بحس في ال يعني في الجانب الفني والثقافي ما بتفرقش قوي أنت أنت جامعة خاصة أو جامعة يعني أنا بتكلم بيزد على المسرحية أو على الحاجات اللي إحنا اشتغلنا عليها قبل كده آه. ما بتفرقش قوي أنت منين تمام <applause> طيب؟ لكن معرفش بقى في الجوانب الثانيه عامله ازاي. امم حمزاوي لا انا بشوف ان يعني هو السوشيال ميديا خلت فيه قللت الجاب اللي ما بين الاثنين اه, أه, 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 أه ما بقاش فيه فرق. يعني بقى اللي يعرف حاجه خلاص هو عارفها بقى كل الناس عارفاها ف <applause> فكله م. كله قريب من بعض يعني بالزبط. طيب بالستوري بتاعت المسرحيه دي كانت من السبعينات لو آه. احنا بنتكلم النهارده بقى في 2019 تعالوا نعمل مسرحيه كده مع بعض النهارده ايه الحاجه اللي ممكن يعني تحسوها ان انتم ممكن تعملوها النهارده يعني تاخدوا خبر كاذب وهتعملوا عليه مسرحيه النهارده ده آه اختبار على اي حاجه اختبار <applause> على <عن> الله <الحوار. تصفيق> ممكن بقى تاخده في سكه السوشيال ميديا شويه عشان احنا دلوقتي أو. متجهين للسوشيال ميديا فيعني نفس الف... يعني تاخد نفس الفكره بس بقى عن طريق بوست بقى مش خبر حتى فاهم يعني أوكي. حد أو حاجه في المسرحيه دلوقتي <applause> طيب احمد احنا المسرحيه دي اتعملت من قصه من السبعينات لو احنا النهارده في 2019 بقى ايه الذق بيتحول لايه بقى يعني تخيلوا كده ان احنا بنعمل مسرحيه دلوقتي ايه الخبر اللي ممكن نلاقيه نعمل عليه المسرحيه انا يعني هو هيتجه على السوشيال ميديا اكتر طبعا مش هتبقى جرايد او كده تمام طيب؟ بس مش عارف يعني ممكن عن طريق بوست بقى او حاجه يعني اوكي بس واي حاجه <applause> أنا بركه عالميه لاي آه خبر لو اتقالت اي حاجه الناس <applause> هتصدقها آه. طيب الذئب في المسرحيه زمان كان بيمثل ايه بقى بيمثل الرشاوي ولا الفساد ولا آه السلطه ولا كان بيمثل ايه في وجهه نظرك هو بيمثل المصالح الشخصيه بتاعت آه يعني يعني هو في شخصيات كتير في المسرحيه كل واحد بيدور على مصلحته فهو بيتكلم عن ده <applause> بس هو ده اللي كان بيمثله الذئب في المسرحيه. بالظبط. طيب الشباب بقى يعني انتوا انترستد تقولوا ممكن تدوروا عليه. ممكن تدوروا عليه. لا بجد يعني انتوا المسرحيات من النوع ده الحاجات دلوقتي الحاجات الطلابيه وحاجه الجامعات بتبقوا مهتمين تحضروا حفلات بالشكل ده ولا بقى عايزين مسرحيه النجوم وابطال؟ لا بنحب نسمع بعض. اه يعني اه نشوف وجهات نظرنا عامله ازاي اخر مسرحيه او اخر حاجه كده ممكن تكونوا شفتوها الفريق جامعه من امتى؟ حد شاف حاجه قريب من ست شهور تقريبا مم. وكانت آه كانت بتتكلم عن الـ كانت بتتكلم عن ان الضربه ممكن تيجي من اكتر اكتر ضربه بتوجع بتيجي من اكتر حد مش متوقع يمكن هي تق... يمكن قريبه من ان اكتر اشاعه هتنتشر اكتر اشاعه جاية من مصدر غير متوقع مم. او مصداقيته عاليه آه وكانت مسرحيه طلابيه برضو يعني بس كانت جميله جدا يعني اه حلو فكرتها كمان اه انجي حضرتي حاجات قبل كده؟ احنا عملنا مسرحيه قبل كده في التيم بتاعي كاننا كلنا فشار جوه حله يا حبيبتي ده صعبه قوي فشار كارميل ولا عادي الحله دي هي مصر وكلنا الفشار اللي جوه بنفضل نفضل لغاية فكرة مين دي فكرة مين دي فكرة حد عندنا في الصين يعني مسرحية الجامعة <applause> الشباب جامعة يعني فكرة بتتكلم <applause> عن كده كان إحساسك إيه وأنتي في شارع <applause> لا بس هي حاجة جميلة إن إحنا نلاقي يعني إحنا كشباب مهتمين بالمسرح وفي ظل غياب للمسرح يعني فدي حاجه بتشجع برضو ان احنا نناقش ونوصل مسدجز عن طريق ستوريز بسيطه عن افكار زي اللي احنا بنقولها م. طب انتوا بتجهزوا حاجة جديده الفتره اللي جايه اه المفروض ان احنا هيبقى عندنا مسرحيتين قصيرين آه يعني كمان مثلا ثلاث اربع شهور بنحضر حضروا ليهم. لسه ما استقرتوش على السكريبت؟ يعني بنسبه كبيره استقرينا ما محسس ان هو حصري يعني ما تتكلم يا احمد يعني في في حقوق ناس في حد هيبلغ على قولنا لا لا استقرينا استقرينا على مسرحيات لواحد اسمه الفرد فرج اوكي ويعني بنحضر بقى دلوقتي يعني لسه بقى بنشوف فريق الانتاج ايه الديكور اللي احنا محتاجينه هنبنيه ازاي كل بقى التفاصيل حمزوي هيمثل برضه فيها؟ اه اكيد <تكيل> بس <تكيل> الفكرة قايمة على ايه بقى يا احمد؟ <تكيل> فكرته قايمة على ايه؟ الفكرة نفسها فكرة ال. اللي عايزين توصلوها بقى من المسرح ده من المسرحيات اللي احنا بنعملها لا من الجديدة من الجديدة هي يعني هي شوية بتخاطب حتة المرض النفسي والتوعية في الحتة دي شوية أوكي. بطريقة رعا. معينة كده يعني <تكيل> بس وهي يعني هي مسرحيه برضو اتكتبت من زمان واحنا ناويين ان احنا نعملها زي ما هي تمام طيب؟ بس هو الفكره بقى المره دي ان احنا بنعلي الليفل شويه ان احنا نعمل مسرحيتين مش مسرحيه واحده فهو تشالنج لينا احنا برضو يعني برافو عليكم مم. فكره ان يعني انتوا تاخدوا حاجه محاكاه الواقع تاخدوا مشكله موجوده اوريدي في المجتمع وهي دي تشتغلوا عليها بتختاروا ازاي التوبيك اللي ممكن يكون الناس فعلا بتشتكي منه يعني التوبيك اللي فات ده اللي هو تضليل الاعلام دي حاجه كل بيشتكي منها التوبيك الجديد اخترتوه ازاي لا هي دي حاجة أصلاً يعني مأثرة فينا إحنا شخصياً. يعني وأعتقد إنها مأثرة في كل حد يعني. أيوه. فهي مش مش بتيجي إن إحنا بنقعد نعمل ريسيرش أو بنقعد نشوف الناس نفسها تشوف إيه. بتنزلوا لأرض الواقع آه. على طول. يعني تو نورتونا النهارده نورتونا جدا 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 وهتفرجونا تاني آه الله بإذن الله <applause> وعايزين برضو بعد المسرحيه الجديده نتفرج عليها وتعزمونا بقى في العرض الخاص اكيد اكيد, يعني أكيد اي حاجه اي حاجه حصري يعني اكيد طبعا <applause> مرسي جدا احمد حمزاوي واحمد ايهاب مرسي لكل الشباب اللي كانوا معانا النهارده جدا ولكل مشاهدينا نشوفكم في حلقه جديده ونورتونا